بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد وحصاد الأهلي. الأهلي يستعد لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعيدا عن الانتخابات. الكل بيتكلم على الانتخابات في الفترة الماضية، انتخابات النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب يترشح، كابتن أو مهندس محمود طاهر يترشح، بعض المرشحين الآخرين، ولكن كل ده بعيد تماما 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 عن فريق النادي الاهلي، وده شيء يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر، لان دوري ابطال افريقيا البطوله التاسعه هي الاهم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي في هذه الاوقات. النادي الاهلي كابتن حسام البدري النهارده صراحه انا كنت بتشرفت بوجودي في التمرين وشفت حاجات مهمه جدا. ابرز حاجه شفت ان في قبل بدايه التمرين في تركيز وفي ابتسامه امل، ابتسامه من طبعا انتصار كبير على النجم الساحلي بستة أهداف. الكل كان ينتظر هذا الفوز من أجل جمهور النادي الأهلي، كل في مجلس إدارة النادي الأهلي، في جهاز الفني النادي الأهلي، في لعيبة النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي بيفكروا إزاي يسعدوا الجمهور. هو ده الكلام، هو ده الحوار اللي داير ما بين الكل. يعني أول ما تخش النادي الأهلي تبتدي تشوف اعضاء الجمعيه العموميه، تبتدي تسمع الكل يتحدث هنعمل ايه امام الوداد، الوداد فريق عامل ازاي، ده كسبناهم في هنا في القاهره، خسرنا منهم في المغرب، هنعمل ايه. ده الكلام اللي سايق، هو ده اللي بيحب النادي الاهلي بيتحدث على هذا الامر. النادي الاهلي بيلعب نهائي دوري ابطال افريقيا، البطوله الاكبر والاقوى في القاره الافريقيه على صعيد الانديه. كابتن حسام البدري النهارده كان في محاضره ما بينه وبين اللعيبه قبل المباراه، اللعيبه الصراحه كانت عندها حاله من التركيز وابتسامة الفوز من الفوز العريض. الكل لم يكن يتوقع النتيجه الكبيره اللي النادي الاهلي حققها، ولكن كان في ابتسامه امل وثقه وبدايه تركيز. مجرد ان هم نزلوا ارض الملعب ووجود بقى اللعيبه في دخول التمرين ابتدت الكلام، خلاص فرحه النجم الساحلي بتنتهي ويبتدي التركيز في اللي جاي. كل الوجوه حضراتكم شايفينها، ميدو جابر، احمد ياسر ريان، وادي احمد حمدي، وعبد الله الشامي، عبد الله سعيد كان موجود، حمودي، كل اللعيبه السوليه والنجيب وكل اللعيبه كانوا موجودين. خلينا نقول ان كابتن حسام البدري النهارده قسم التمرين الى مجموعتين، المجموعه التي لم تشارك في لقاء النجم الساحلي حتى كاملا هم اللي كان عندهم التمرين اللي هاي انفينيتي او الحمل العالي. اللعيبه اللي شاركت بصفه اساسيه كلهم كان عندهم مران استشفائي، يعني وليد ازارو، جونيور اجايي، وليد سليمان، اللاعب ايضا عمرو السوليه، مؤمن زكريا، سعد سمير، ورامي ربيعه، ومحمد نجيب. محمد نجيب كان منتشي جدا 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 بعد هذا اللقاء والاشاده اللي احنا اشدنا بيها هنا من خلال استاد الاهلي، وايضا الحارس شريف اكرامي. البعض الذي لم يشارك بصفه اساسيه او لمده كبيره، وادي المحاضره اللي كانت تسبق الا تمرين من الكابتن حسام البدري اللي بيركز فيها على نقاط مهمه جدا. حتى حسام عاشور كان متواجد اللي بيتعافى من الاصابه، بيحاول ان هو يلحق كادر الفريق. الكل كان موجود النهارده وكان بيسمع محاضره الكابتن حسام البدري اللي كانت مهمه جدا. الكل كان ملتزم، الكل كان مركز، كان في حاله بتبين لك اهميه الفترة اللي فيها النادي الأهلي وتركيزه لنهائي دوري أبطال أفريقيا. ابتدى اللعيبة اللي بتعمل مران استشفائي بيشتغلوا شغلهم، واللعيبة اللي لم تشارك شاركت الأول في تمرينة بدنية في الإحماء عن طريق طبعا أخصائي الإحمال الكابتن أنيس الشعلالي، وأيضا الكابتن أبو العيلة كان له دور مع بعض من المجموعة اللي بتعمل مرانها الاستشفائي. خلي بالكم يا جماعة، الكابتن حسام البدري وقيمة الكابتن حسام البدري في قيادته الفنية للنادي الأهلي، إنه مدير فني لجهاز كامل يتعاون بكل تفاني وبكل احترافية. حتى وسط المحاضرة كابتن سيد عبد الحفيظ بيبقى له دور في الكلام، كابتن طارق سليمان بيبقى له دور، كابتن سيد معوض، ايضا وجود الكابتن حسام البدري اللي بيشرح الملامح الرئيسيه اللي هتتم في التمرين، نفس الشيء اللي النادي الاهلي فيها في خلال المرحله. ابتدت اللعيبه تبتدي تعمل المران الاحمائي للفريق، ابتدوا الاول بيعملوا مرات استشفائي والكور الطبيه. على فكره النادي الاهلي في هذا الشان الجانب البدني بيعمله على اعلى مستوى، طبعا غير الشق الفني اللي على اعلى مستوى من الاحترافيه. بعد الفتره ديت كل هذه اللعيبه اللي شاركت في مباراه النجم الساحلي اللي بيعملوا
المران الاستشفائي مع كابتن ابو العيله وليد ازار ونجيب الكل وحوارهم مع كابتن ابو العيله اللي كان له دور كبير جدا. محمد هاني كان مبتسم النهارده، مؤمن زكريا، الكل اللي شاركوا وادوا في هذا اللقاء كانوا عندهم روح عاليه جدا. اللعيبه الثانيه بقى حمودي تخش في اسلام محارب، تخش في باكا، تخش في حسين السيد وكريم ميدفيد، ادي الكور الطبيه اللي بقولها لحضراتكم، احمد فتحي يعود بابتسامه، احمد الشيخ، عماد متعب وعمرو بركات، ايمن اشرف، احمد ياسر ريان، احمد حمدي، والكل الكل كان بيركز. طبعا احمد عادل عبد المنعم واحمد الشناوي ومروان خاصدي، كان في تمرينه ايضا للكابتن سعد عبد الحفيظ مع شريف اكرامه وكان فيها كلام كتير جدا وكلام مهم. الفتره الثانيه من التمرين الكابتن حسام البدري ابتدى يركز في شق مهم جدا وهو طريقه الهجوم، لعب باسلوب تكتيكي معين 10 ضد 10، فرقه معاها كوره وفرقه معاهاش الكوره، وعلى فكره خلال التمرين تالق لعيبه بشكل كبير جدا، ابرزهم كان حمودي وعبد الله السعيد، لعيبه من اللعيبه اللي ادت التمرين بشكل كويس جدا، ايضا ايمن اشرف كان متالق بشكل كبير، اكرم توفيق، اسلام محارب، اللعيبه حتى عماد متعب داخل التمرين كان في تركيز كبير جدا، ولكن عبد الله السعيد صراحه قماشه ثانيه في التمرين، كان باين جاهزيته بشكل كبير جدا انه جاهز على قياده خط وسط النادي الاهلي في اي مستوى، تمريناته كانت على اعلى مستوى من الدقه واحرز اهداف. ايضا وجود الناحيه الفنيه والتوجيهات الفنيه الكبيره اللي كانت للكابتن حسام البدري لكل لعيبه خط الوسط ان هم ما يحتفظوش بالكره كتير، يلعبوا على الحته الفاضيه كذا باس، الباس كتير وبعدين نقله للناحيه الثانيه، ازاي ان انت تبني هجمه بشكل منظم جدا وتنتهي بهدف، وده كان ابرز ما ركز عليه الكابتن حسام البدري في تمرين اليوم. تمرينه مهمه في ازاي نهاجم ازاي ندافع، وبعد كده انتقلت التمرين الى الشق الاخير وهو التقسيمه اللي كان في فرقتين كانت على اعلى مستوى كان فيها حمايه كبيره جدا. ايضا عايز اقول لحضراتكم ان هشام محمد كان متالق في تمرين اليوم وكان عامل دويتو كده هو وعبد الله السعيد في الباصات لان هم كانوا بيشاركوا في فريق واحد، وكان ايضا في صراع على التهديف بين الفريقين، ولكن الحميه اللي جوه تمرين النادي الاهلي بتبين لك ان كل لعيب عايز يكون ضمن التشكيله الرئيسيه حتى ولم يكن مقاد افريقيا، ولكن هو ده تمرين النادي الاهلي. فبعض الاوقات التقسيمه جوه ملعب النادي الاهلي افضل من ماتشات ممكن تتفرج عليها في الدوري العام، لان انت عندك نجوم بسم الله ما شاء الله على اعلى مستوى. خلينا نتكلم على تهيئه اللاعبين من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الذهنيه، انت داخل لمرحله عامله ازاي، بتواجه خصم عامل ازاي. كابتن حسام بدري الصراحه مجرد نزوله للتمرين انتهت الابتسامات وتحولت الى تركيز، تركيز كبير جدا، تركيز مهم. ادي حسام عاشور كان متواجد بابتسامته، كان له دور. وليد ازارو كان فرحان منتشي، خد نفسه، وليد ازارو خد نفسه، شم نفسه في تمرين اليوم وكان موجود بشكل جميل جدا في تمرين اليوم. ايضا جونيور اجاي كان مبسوط لوليد ازارو، كان مبسوط انه زميله في الفريق احرز هدف. وليد ازارو على فكره كان برضه متضايق ان كريستيانو رونالدو هو اللي خد جائزه افضل لاعب في العالم لان هو من مشجعين برشلونه. جونيور اجالي كان له راي اخر. معلول كان ايضا له بسمه جميله جدا وبسمه مهمه داخل التمرين. النهارده كانت اجواء التمرين الصراحه في النادي الاهلي على اعلى مستوى من التركيز. كابتن احمد ايوب كان برضه تنقاد له دور وشق كبير جدا داخل التمرين من اجل تهيئه اللاعبين لطريقه لعب الوداد المغربي. كلنا فاكرين النادي الاهلي حينما واجه الوداد المغربي في القاهره فاز بهدفين مقابل لا شيء، ثم ذهب الى المغرب وكان الماتش اللي بعده مباشره كان فاز النادي الاهلي هنا بهدفين مقابل لا شيء. الوداد المغربي مش من الفرق اللي هتلعب كوره مفتوحه، هم عارفين قيمه النادي الاهلي كويس جدا، شايفين الامكانيات الفنيه اللي موجوده داخل النادي الاهلي، وشفتوا الثلاث اهداف والاربع اهداف او خمس اهداف كلها جمل تكتيكيه كلها بتحدث في التمرين. وكنت بقول لحضراتكم ما يحدث في التمرين هو اللي بيحصل في الماتش، هو ده الكابتن حسام البدري دايما من المديرين الفنيين اللي بيركزوا على كل تفصيله بتحصل في المباراه، ما بيسيبش همسه الا ما بيشرح وبيقعد يشرح. وعلى فكره داخل التمرين دائم النصائح للعيبه، وفي لعيبه بتعمل حاجات على شكل كويس جدا ولكن هو بيطالبها على الشكل الامثل والافضل بالنسبه للكوره.
دي حاجات تبين لك قد ايه ان النادي الاهلي عارف كويس قوي هو يلعب منافس على انهي مستوى، والناحيه الثانيه عارفه كويس جدا 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 قيمه وامكانيات النادي الاهلي. الوداد المغربي مش هيسيب لك مساحات، مش هيدي لك فرص كتير جدا، وانتم عارفين الكرة شمال افريقيا وان هم ازاي هيطولوا ان هم يقعوا على الارض وان هم ياخدوا فاولات و و و الى ذلك. كل هذه الامور طبعا قياده فنيه على اعلى مستوى، كابتن حسام بدر عنده خبرات افريقيه بشكل كبير جدا، وخد وهو حاصل على هذه البطوله من قبل في 2012، وان شاء الله يكون حصل عليها في هذا الموسم مع النادي الاهلي باذن الله. اذا كل هذه الامور خلينا اقول لحضراتكم ان الكابتن حسام البدري بيجهز، بيحاول مع الجهاز الطبي وبقياده الدكتور خالد محمود انه بيجهز حسام عاشور للقاء العوده. حسام عاشور بنسبه 100% لن يشارك في لقاء الذهاب يوم السبت المقبل بسبب الاصابه في العضله الضمه. وجود السليه على اعلى مستوى، وجود رامي ربيع على اعلى مستوى، وجود هشام محمد على اعلى مستوى، رجوع وعوده احمد فتحي اللي كان متالق النهارده ايضا في تمرين اليوم، كل دي بتدي حلول اضافيه للكابتن حسام البدري. اللي لو حضراتكم تتذكروا المؤتمر الصحفي في تونس وايضا المؤتمر الصحفي اللي بعد مباراه الرجاء واصابه حسام عاشور، قال لك وعسى ان تكرهوا شيئا، وفعلا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهذا جاء الخير في لقاء النجم الساحلي، والنادي الاهلي امطر شباك النجم الساحلي بسته اهداف. فخلينا اقول لحضراتكم النادي الاهلي كابتن حسام البدري ركز في محاضرته على ان نسيان خلاص الهزيمه الكبيره اللي حققها النادي الاهلي امام النجم الساحلي، والتركيز بقوه وشده في كيفيه اقتناص فوز مهم جدا. مش هقول لحضراتكم فوز مريح، ما فيش في دوري ابطال افريقيا وانتوا طالع النهائي فوز مريح، ولكن فوز مهم في مشوار النادي الاهلي اللي سته من لعيبه النادي الاهلي دخلوا التشكيله الرئيسيه في الاتحاد الافريقي لجوله الاياب بدوري ابطال افريقيا، بعد ما اعلن عن افضل 11 لاعب وجود سته من النادي الاهلي. السته خليني اقول لحضراتكم ان حراسه المرمى زهير العرودي حارس مرمى الوداد، وده منافس انت هتقابله. خط الدفاع علي معلول للنادي الاهلي محمد نجيب، النادي الاهلي محمد نجيب واحد من اللعيبه اللي حتى مهندس محمود طاهر اشاد بيه في خلال حواره معانا في قناه النادي الاهلي، هو من اللعيبه المؤدبه جدا اللي دايما لما تلاقيه محمد نجيب في اي وقت بتلاقيه على اعلى مستوى. فكر حضراتكم محمد نجيب شارك في نهائي 2012 بجوار وائل جمعه ولا تشعر باي مشكله من محمد نجيب، ما بيتكلمش، راجل بيركز ودايما بيموت نفسه في الملعب، وده اللي انت شايفه اي وقت انت بتحتاج فيه لمحمد نجيب بتلاقيه واقف على رجله وبيسد وبيبقى قدها وقدود. ايضا يوسف رابح من الوداد المغربي، انت كده في عندك اثنين لعيبه من الوداد المغربي. خط الوسط رامي ربيع بسم الله ما شاء الله بيخش ومنتشي جدا بالهدف اللي احرزه في مرمى النجم الساحلي. مؤمن زكريا على اعلى مستوى، وشفنا قد ايه تمريراته، عمل اثنين اسيست في اللقاء لوليد ازارو، كان في حوار ما بينه وما بين وليد ازارو ان هو دايما بيصنع له اهداف، ووليد ازارو راح له بعد الهدفين في كل كوره. محمد اناجم واشرف بن شرقي وامير سعيود من اتحاد العاصمه، اشرف بن شرقي من الوداد، والهجوم هجوم التشكيله الرئيسيه ال 11 تشكيله من النادي الاهلي، وليد ازارو وجونيور اجاييه هم دول اللي موجودين، كان في منهم اربعه من الوداد وسته لاعيبه من النادي الاهلي. دي حاجه مهمه جدا وده ابرز ما جاء في تمرين اليوم. الاهلي يستعد بقوه لمواجهه الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، ان شاء الله يكون التوفيق باذن الله. نروح لحضراتكم لخبر مهم جدا من النادي الاهلي، وبعد ما استفاض مع الامن واستطاع راي الامن في موافقته، الامن يوافق على 50,000 متفرج حتى الان. سبت اللي هو شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي تحدث ان بعت مخاطبات للامن بحضور اقصى عدد ممكن 70,000 متفرج، ولكن الامن حتى الان رد بحضور 50,000 متفرج. كنا نتمنى صراحه ان انت بتلعب في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، ذهاب فريق بيلعب باسم مصر، ذهاب فريق يحتاج الى جمهوره، الجمهور كان ليها عامل مهم جدا في النتيجه اللي حضراتكم شفتوها. لو تفتكروا قبل مواجهه النجم الساحلي شفت جمهور النجم الساحلي والصحف التونسيه و و و والتصريحات والى ذلك، كل ده كابتن حسام البدري لخصه في الجمهور في المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراه، وقال لك جمهور النادي الاهلي هو
العامل المهم. جمهور النادي الاهلي هو العامل الايجابي، وشفت جمهور النادي الاهلي وتشجيعه الدائم من بدايه اللقاء وقبل بدايه اللقاء، واستقبال النجم الساحلي هدف في الدقائق الاولى قلب الموازين تماما. التشجيع لجمهور النادي الاهلي ده مش جمهور سيلفي، ده جمهور حقيقي لكره القدم، يعشق النادي الاهلي، يعشق بلده، فعشان كده دائم المعاذره للنادي الاهلي على مدار 90 دقيقه حتى والنادي الاهلي كسبان 6 لم ينخفض صوت جمهور النادي الاهلي في ملعب برج العرب. وهو ده حتى الناس والصحفيين التوانسه ولاعيبه التوانسه ولاعيبه النجم الساحلي قالوا احنا ما شفناش جمهور بالشكل ده 90 دقيقه وهو كسبان 6 صوته ما انخفضش من الدعم والمؤازره لفريقه المفضل النادي الاهلي. نتمنى ان الامن يوافقوا على اكبر عدد ممكن، النادي الاهلي يحتاج الى جماهيره بشده. نتمنى من وزير الرياضه معالي وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز، نتمنى من كل المسؤولين في الجهاز الامني وفي كل مكان يقدر ان هو يحط للنادي الاهلي اكبر عدد ممكن من الجماهير، لان النادي الاهلي محتاج جماهير. احنا بنلعب فاينل افريقيا يا جماعه، بنلعب فاينل اهم بطوله، بنلعب فاينل بنمثل في مصر، ولما يكون عندك منتخبك متاهل لكاس عالم وعندك فريق حاصل على دوري ابطال افريقيا هتفرق كتير معاك كدوله، هتفرق كتير معاك كفرحه للجمهور اللي فعلا بيفخر بوجوده في نهائي دوري ابطال افريقيا. احنا لم ننسى الشهداء، ولكن الحياه يجب ان تستمر، والحياه بتستمر بوجود هؤلاء في المدرج بتشجيعهم لفرقه بتمثل بلدها، بتشجيعهم لفرقه بتمثل اللي لماذا الشهداء يستشهدوا، عشان الحياه تستمر، عشان احنا نكمل مسيرتنا، عشان ندي رساله للارهاب ان مصر ما بتقفش، البلد ما بتقفش، الجمهور بيروح وبيآزر، ومصر بتحصد بطولات وبتتأهل لكاس عالم وبتكمل في دوري ابطال افريقيا وتوصل للنهائي. احنا محتاجين الجمهور، الجمهور هو عصب كرة القدم، هو روح كرة القدم، هو متنفس كرة القدم. اللاعب لما بيشوف جمهور بتفرق كتير معاه. شفتوا لعيبة النادي الاهلي بتبقى عاملة ازاي لما بيكون معاهم جمهور؟ الكل كان متخوف من لقاء النجم الساحلي، ولكن جمهور النادي الاهلي لم يكن متخوف، لان عارف وجوده ودعمه، واللعيبه لما بتشوف الجمهور ما بتبقاش خايفه وبتبقى متيقنه من الفوز، وان شاء الله يكون اكبر عدد ممكن في لقاء الذهاب. صراحه اداره المباريات في النادي الاهلي عامله شغل كويس جدا. في فيديو هنوريه لحضراتكم ازاي هم بيجهزوا لدخولك وانت معاك بطاقه اهلاوي وافتخر، وبتبتدي صورتك تبان على السيستم وانت داخل الملعب، ازاي بتقدر تحجز تذكرتك وتخش بشكل منظم، بتخش بشكل محترم. الى حد ما كان في بعض الجمهور مشي مسافه كبيره، ولكن نتمنى ان المسؤولين في الامن ياثروا المسافه على جمهور النادي الاهلي. يا جماعه في جمهور راح ماتش النجم الساحلي جاي من اسوان، في جمهور راح ماتش النجم الساحلي جاي من الدلتا، غير اللي جاي من القاهره، اللي جاي من كل المحافظات، كل الناس بتحب النادي الاهلي، تعشق النادي الاهلي، وحابه انها تشوف فرقتها في النهائي، وحابه انها تدعم فرقتها في الوصول للنهائي، وحابه انها تاخد الكاس التاسعه. بطوله دوري ابطال افريقيا هي البطوله المحببه لجمهور النادي الاهلي، وده حاجه مهمه جدا. وجود الجمهور هو اللاعب رقم واحد، وجمهور النادي الاهلي يخليك اهلاوي، جمهور النادي الاهلي يخليك اهلاوي، جمهور النادي الاهلي دايما دائما وابدا من 1982 بدايه اول دوري ابطال افريقيا حينما فاز النادي الاهلي على اشانتي كوتوكو هنا في القاهره بهدفين مقابل لا شيء، كان احرزهم كابتن محمود الخطيب، وراح هناك تعادل 1-1 وكان احرز الهدف ايضا كابتن محمود الخطيب، وكان كابتن مختار عمل يعني اسيست رائع. حتى اخر بطوله فاز بيها النادي الاهلي في 2013 لما احرز ابو تريكه واحمد عبد الظاهر امام اورلاندو بايرتس، وكان حتى في لقاء الذهاب احرز محمد ابو تريكه. ادي يا جماعه السيستم اللي كنت بقول لحضراتكم، اي واحد داخل بيتحط بطاقته بتبان على السيستم، يعني بصوا حتى الطفل الصغير اهو طلعت صوره طفل صغير على السيستم في اللابتوب الجهاز اللي قدامه، اي واحد بيخش ببطاقه اهلاوي وافتخر الداتا بتاعته البيانات بتاعته، يا ريت لو نفتح هتلاقوا اللي واقف وداخل هو اللي صورته بتطلع على الجهاز. اذا انت بتقدم خدمه للدوله، بتقدم خدمه للاجهزه الامنيه، ان انت بقيت عارف مين داخل جوه الملعب، مين داخل يشاهد المباراه، بقى عندك قاعده بيانات بتبين لك كل حاجه موجوده. عشان كده بقول لحضراتكم النادي الاهلي يسبق مؤسسات كتير جدا في الدوله، وبيقدم
لدولتنا المصريه نموذج بكيفيه اعاده الجماهير. انت عايز ترجع الجمهور لازم تواكب العصر، ولازم تواكب العصر يعني تحط التكنولوجي، يعني تستخدم الانترنت، يعني تستخدم هذه الادوات اللي خلاص بقت الناس كلها بتتعامل بيها. مفيش حد دلوقتي مخش على الفيسبوك ويستخدم موبايله وموبايله ما فيهوش انترنت على اي قاعده وعلى اي مستوى في اي مكان، سواء مكان شعبي مكان هاي كلاس، هتلاقي الكل دلوقتي بيستخدم الانترنت. بص حضراتكم اي حد بيخش تلاقي صورته طلعت، البيانات بتاعته طلعت اللي هو مسجلها وموجوده على قاعده البيانات، بقيت انت عارف مين داخل ومين خارج وايه الدنيا كلها ماشيه ازاي، فتقدر تسيطر وتقدر تتحكم في الامور. وابتديت توصل لمراحل اوروبا في هذا الشان. ابتديت انا حاسس وانا بتفرج على الموضوع دوت ان انا بتفرج على ماتش بيتنظم في المانيا، ماتش بيتنظم في اسبانيا، ماتش بيتنظم في دولة أوروبية، مش بتفرج على ماتش بيتنظم في مصر. إن واحد وهو داخل يحط كده البطاقة بتاعته يطلع لي الداتا بيت بياناته كلها، تطلع لي على شاشة فيها كل شيء، هو اسمه إيه وساكن فين وتاريخ ميلاده وكل حاجة أنا عايز أعرفها عنه موجودة عني، وده بيسهل لي حاجات كتير جدا. ودي آلية بنديها لاتحاد الكورة عشان ترجع كرة القدم مرة تانية لحالتها الطبيعية بوجود الجمهور في المدرجات. نروح لحاجه مهمه جدا وشبح الانذار الثاني. في لعيبه كتيره جدا من النادي الاهلي عندها انذار، ولو خدت انذار في اللقاء الاخر يعني من الممكن ان ما تلعبش اللقاء النهائي اللي هي لقاء الاياب اللي هيكون في المغرب. عندك الحارس شريف اكرام، محمد هاني، مؤمن زكريا، وليد سليمان، نيجيري جونيور، اجايه، كل دول عندهم بطاقه يعني عندهم انذار، ولو خدوا انذار ممكن ما يلعبوش. والناحيه الثانيه اسماعيل حداد، محمد وناجم، وعبد اللطيف نصير، وبدر كادرين، وعبد العظيم غدروف، وابراهيم النقاش، دول برضو من اللعيبه اللي عندها انذارات في لقاء الذهاب. هيبقى الموضوع صعب جدا. لقاءات الذهاب في النهائي دوري ابطال افريقيا اي نهائي بيبقى له ظروف خاصه، يعني سيبك البطوله كلها في كوم واللقاءين دول في كوم تاني، هو نهائي على شوطين، الشوط الاولاني في برج العرب، الشوط الثاني في المغرب، الشوط الثاني في كازابلانكا، والشوط الاول في برج العرب. الكل هيقول لك لا انا اكسب هنا فوق فوز مستريح وبعد كده اريح نفسي، هناك الكلام ده مش موجود في كره القدم. كابتن حسام البدري من اول مواجهه في دوري ابطال افريقيا بيقول لك دائما الحسم ياتي من اخر مواجهه، عندك ذهاب وعندك اياب، فكل الموضوع حتى تفتكروا قدام الترجي تعادل هنا في القاهره 2-2 والنادي الاهلي يكسب في تونس، نفس الشيء في تونس 2-1 امام النجم الساحلي والنادي الاهلي يكسب هنا 6. اذا الحسم ياتي مع اخر شوط في المواجهه، وهذه المواجهه على شوطين. كابتن حسام بدري دارس فرقه الوداد كويس جدا وهجيبهم مرتين من قبل، هما نفس الشيء برضو عارفين قيمه وامكانيات النادي الاهلي، فالمواجهه مش هتبقى سهله زي ما الناس متخيله. النادي الاهلي قادر على الفوز بالبطوله، عنده امكانيات، عنده لعيبه، عنده حلول، عنده محترفين، عنده جهاز فني على اعلى مستوى، كل الكلام دوت كويس جدا، ولكن الامور حتى الان 50-50 حتى اخر صافره في المغرب في كازابلانكا، وان شاء الله يكون لعيبه النادي الاهلي جاهزه على اهب استعداد للقاء. خلينا اقول ان حكم اللقاء هو هيبقى من اثيوبيا، اسمه تاملاك تسيمبيا، وهو من الحكام اللي نتمنى ان هو يكون موفق في اداره هذا اللقاء. احنا بنتمنى طبعا التحكيم، النادي الاهلي لما يكون معاه تحكيم كويس بتفرق كتير قوي 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 مع النادي الاهلي، في لان النادي الاهلي فنيا ما عندوش مشاكل. ده الهدف الاول اللي احرزه نبيل معلول، وعايز اقول لحضراتكم ده الهدف ده في الدقيقه 2. الهدف دوت مع وجود الجمهور علي معلول، نبيل معلول طبعا مدير فني تونس وكان موجود في اللقاء بيشاهد علي معلول. اللقاء دوت بصوا هنا التحرك بتاع المدافع النادي الاهلي والاثنين سردباكات، كان رامي ربيعه اللي قطع القريبه وخد معاه الاثنين سردباكات اللي معاه هناك من النجم الساحلي، الكره لفت وخدعت حارس المرمى البلبوري، حارس مرمى منتخب تونس، اللي هم كانوا عاملين يتريقوا او يبتدي يتكلموا كده على حراسنا، ولكن الامر هنا بقى بان. وادي بص الجمهور والدنيا يعني بقت خلاص، جمهور النادي الاهلي لما يولع الدنيا خلاص مفيش حاجه بتقدر توقف الشياطين الحمر.
نذهب لأخبار اتحاد الكرة، واتحاد الكرة يأمن نفسه من موضوع الانتخابات. جاء خطاب رسمي من اتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إلى من يهمه الأمر، سواء بقى لجنة أولمبية سواء لجنة أخرى، إلى من يهمه الأمر إن اتحاد الكرة موفق أوضاعه، وإن أي شيء هيحدث مع اتحاد الكرة المصري هيبقى تدخل حكومي. الموضوع أكبر من إن هو اتحاد خد كأس عالم، اكبر من ان في بعض الحاجات وبعض اللوائح واحنا اتكلمنا عليها هنا كتير لم تسترشد جيدا، ما تعالجتش بشكل مميز، ما تعالجتش بالشكل الموضوعي اللي يفيد الرياضه المصريه بشكل كبير جدا. ادي خطاب اللجنه الاولمبيه اللي بتتحدث ان اتحاد الكره موفق اوضاعه وان موضوع الانتخابات دوت مش موجود. كابتن هاني ابو ريده طبعا مدير التنفيذي للمكتب التنفيذي في عضو مكتب تنفيذي للفيفا، وايضا رئيس مجلس اداره اتحاد الكره، راجل متاهل لكاس عالم، فجاه بيلاقي ان هو لازم مهدد بانه يعمل انتخابات، وفجاه في شويه كلام ويطلع تصريحات من هنا وتصريحات من هنا، وللاسف التصريحات الكتير دي بتبين لك ان القرار من بدايه اتخاذه ما اتدرسش جيد. وانت بتتكلم على القياده الرياضيه للمنظومه الرياضيه في مصر، ولما يكون عندك اتحاد حقق لك نجاح في اخطاء، ما فيش حد في الدنيا ما عندوش اخطاء، ولكن في الاول وفي الاخر لما تيجي تحاسبه ايه اللي مطلوب منه، حققه ولا ما حققوش؟ لا حقق، جاب لك مدير فني على اعلى مستوى، الناس كلها قعدت تنتقده، اداله الدعم، قفل عليه، وده شيء يحفظ ليه او يحسب للكابتن هاني ابو ريده انه قفل على مستر هيكتور كوبر، قفل عليه يعني بعده عن الانتقادات، اداله الدعم، اداله الثقه في انه يكمل. وصل لك لنهائي كاس الامم الافريقيه ووصل بيك لكاس العالم. كورته مش كويسه، مش ده المهم. المهم ان انت لما تيجي تحاسب اي مسؤول انت بتحاسبه على النتائج، فالنتائج باينه. ولكن لما انا كجهه منظمه للرياضه المصريه واخد قرار قدام اتحاد الكره وهو حقق لي كده، وبعض يعني برضه لو اتكلمت مع حضراتكم لو شفنا بقى اتحاد الملاكمه، فين الملاكمين؟ واحد زي حسام بكر، واحد مرشح ان هو يجيب لي ميداليا في طوكيو، ما احناش عارفين مصيره فين. طب تعالوا كده نتكلم على هل رفع الاثقال اللي هي اللعبه اللي احنا بنجيب فيها دايما ميداليات اولمبيه، ايه المشروع ولا كيف يجهز اللعيبه بتوع رفع الاثقال واللاعبات؟ لو احنا منهم يعني سقطوها في الثانويه العامه. فلما بتيجي ناخد قرارات احنا ما بنركزش وما بندرسش كويس قوي، وفي الاخر اللي بيحسم الامور الجهات الخارجيه. فاحنا بنحاول بس رساله صغيره كده للمسؤولين في الرياضه المصريه في مصر، ان لما تيجي تاخد قرار ادرسه كويس قوي من كل الجوانب، عندك من الامكانيات اللي تسمح لك بذلك، عندك من الخبرات اللي تسمح لك بذلك، وفي في الاخر يعني المطلوب من سيادتك وانت حضرتك على الكرسي ان الرياضه المصريه تنهض وتحقق انجازات وتحقق بطولات، والناس تشوف ميداليات اولمبيه، والناس تشوف انجازات رياضيه، مش الناس تشوف لوائح في الاخر هتطلع لنا مشاكل وفي الاخر احنا مش عارفين المصير فين، وتجي لنا جهه خارجيه سواء بقى الفيفا سواء المحكمه الرياضيه الدوليه سواء 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 هي اللي بتحسم الامور. احنا يا جماعه ممكن نحسم امورنا هنا في مصر، الدنيا اسهل من كده بكتير. نروح لأفضل حارس في العالم، جون لويجي بوفون، حارس مرمى اليوفي والمنتخب الإيطالي. طلع وطلع تصريح بعد ما فاز بأفضل حارس في العالم وكان يستحقها، قال لك الحاجة الوحيدة اللي ممكن يعني تخليني إن أنا أرجع عن الاعتزال إن أنا أفوز بدوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج. بوفون لم يفز مع اليوفي بدوري أبطال أوروبا، هو وصل مع اليوفي لثلاثة فاينل، واحد خسره أمام الميلان كان في 2002 2003، وواحد خسره امام برشلونه، وواحد تاني خسره امام ريال مدريد وهو الموسم الماضي. بوفون حقق مع ايطاليا كاس العالم في 2006، حقق مع اليوفي كل البطولات المحليه سواء دوري ايطالي سواء السكوديتو، كوبا ايطاليا، كاس ايطاليا، كاس السوبر الايطاليه، كل هذه البطولات حققها. ولكن على الصعيد الاوروبي حتى لما شارك اليوفي في الدوري الاوروبي او اليوروبا ليج لم يفز معاه باي بطوله قاريه مع فريق اليوفي. هو طلع قال ان هو بيتمنى ان هو يفوز بدوري ابطال اوروبا، ولو فاز بهذه البطوله
يعني هينسحب او هيتراجع عن الاعتزال. موسم 2017 بصراحه في لعيبه كثيره جدا 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 يعني كلنا بنحبها اعلنت اعتزالها، وده كان كلامه لما طلع وحتى تحدث باللغه الانجليزيه وقال اعذروني ان الانجليش بتاعي مش على اعلى مستوى. واحد في هذا المستوى وبهذا الشان وبيطلع في حفله مبهره زي اللي شفناها، وروحه وروح بوفون هي اللي خلته كده. على فكره هو أشاد عصام الحضري كثير لو تفتكروا في لقاء مصر وإيطاليا اللي كسبنا فيه، ومحمد حمص أحرز فيه بوفون هدف رسمي في كأس القارات في 2009. شال كتير جدا، وشفنا حضراتكم الكور الكتيرة اللي شالها في دوري أبطال أوروبا، وكان أحد أهم أسباب قوة اليوفي هو حارسه جينلويجي بوفون. صورة كبيرة جدا اللي ابتدى في بارما بدايته في كرة القدم. على فكرة بوفون باللي أنتم شايفينه ده كان ابتدى فيرود رأس حربة، ولكن بعد كده احد العباقره في الكره الايطاليه من المدربين هو اللي خلاه يبقى حارس مرمى عشان يبقى اسطوره حراسه المرمى في ايطاليا وفي العالم. بعد خبر بوفون يبقى كده اخبارنا انتهت مع حضراتكم، حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.